السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكاترة؟ بتكونوا جميعا بخير إن شاء الله. النهاردة هنتكلم محاضرتنا عن الملازمة. في محاضرة الملازمة بالذات، يعني الإليت الملازمة الطابع بتاعها إن إحنا كلنا عارفين إيه هو الموجود في الملازمة، تمام؟ فأنا كنت حقيقة التارجت بتاعي إن أنا أدور هل في جديد في الثيرابي أوف ملازمة، هل اتقال كلام جديد عشان يقدر العيان يستفيد، بما إنها من الحاجات من السهلة جدا درماتوزيزيس اللي بتقابلني في العيادة، وبتبقى الموضوع محبط جدا خصوصا لو كانت دورمال أو ميكسد ملازمة. الكلام العادي اللي انتوا عارفينه وانا متاكده ان انتوا كلكم عارفينه ان الملازمه ديت الكلام الجديد فيه، يعني طبعا التالي الكلام عن ان هي جينيتك بي ديسبوزيشن وليها علاقه بالهرمونز وليها علاقه بالسان اكسبوجر، وبتبقى موجوده في الفيميل اكتر من الميل، وبداوا يتكلموا على انها يعني فوتو ايجنج درماتوزيزيس، وقالوا الدليل على كده ان هما في الهيستوباثولوجي بتاع الملازمه بداوا يلقوا حاجات زي اللايكن، زي الاكتينيك لايكن، بداوا يلقوا في ميلانين انكونتنس، وبدأ يلقوا فيه سولار الاستوزيس، وبدأ يحصل انكبيز الفاسكليتشر. فكل ده بدأ يخليهم يقولوا العلاقة حقيقة وثيقة جدا بين الملازمة وبين الفوتو دامج، وده خلاهم يأكدوا كلامهم على إنها ليها علاقة وثيقة بالسان اكسبوجر، وفي نفس الوقت يقولوا طب هل منطقي إن ملازمة ليها علاقة يعني بالضوء، وإن أنا في الآخر أعالجها بالليزر؟ وكان الكلام ده كنا طرحناه وإحنا بنتكلم عن محاضرة كيو سويتش إنديا، تمام؟ وفي حاجات حقيقة هتبقى أوفرلاب مش هعيدها تاني، ولكن هفكركم بس بيها. الملازمه ليها انواع واشكال حسب انا بقسمها حقيقه، يا اما مثلا الديستريبيوشن بتاعها واخده قد ايه من يعني سوري مش واخده قد ايه، ايه هي التوزيعه بتاعتها اللي موجوده في الفيس. فطبعا كان في سنس في سنتروفيشال ومالر ومانديبيولر، وفي نوع بيبقى معاه ايريثيما بنسميها ايريثروزس بيجمنتوزا فاشياي، وفي نوع ما بيجيش اصلا، يعني مش ما بيجيش، بيبقى اكستند بيوند ذا فيس، ده اللي احنا بنسميه اكسترافيشال، تمام؟ وان انا لما بقيم تريتمنت للملازمه بقيس حاجه باسمها الماسي، والماسي ده عامل زي الباسي بالظبط، هو حاجه يعني مش براكتيكال قوي ان انا امشي بيه في العياده، ولكن انا في الريسيرش عشان اقدر اعمل جداول واطلع استاتستيك استادي. وان هو حسب الليفل بتاعها، يا اما تكون ايبيدرمال يا اما تكون درمال يا اما تكون ميكسد، ومعظم الانواع اللي احنا بنشوفها حقيقه بتبقى ميكسد، ومعظم الانواع اللي بتبقى غلسه جدا في العلاج اللي هو طبعا الدرمال والميكسد، تمام؟ طيب هنيجي نعالج حاله ملازمه. شيء طبيعي ان انا الملازمه ليها علاقه وثيقه بالسان اكسبوجر، بيبقى الكلام بتاعي هيبقى عن سان بروتكشن. هنتكلم عن بعض التوبيكال تريتمنت، سواء اللي كان بيشتغل بتايوزينيز انهبيتور او ليه انتي اوكسيدنت افكت، يعني بينظم عمليه ان الكيراتينوسايت تاخد البيجمنت من الميلانوسايت عن طريق اللي هو الميلانيزيشن او الميلانوزوم. وهنتكلم عن الحاجات اللي بدات نستخدمها حديثا زي التوبانكزاميك اسيد، هنستخدم الليزر اللي ممكن استخدمه في حالات الملازمه، حاجه اسمها انترا درماثيرابي، وده حقيقة هو يعني الاسم الشيك بتاع الانتراليجنال، بس هو معبر عنها بطريقة مختلفة شوية. أي الحاجات كتيرة، في حاجات كتيرة في اللاين اوف تريتمنت حقيقة أنا على أرض الواقع مش عارفة هل هي متواجدة يعني نزلت تجاريا ولا لأ، متواجدة في مصر ولا لأ. هي نزلت تجاريا أعتقد، أو يعني كل الاستادز متكلمة وارد يكونوا محضرينها، بصراحة مش عارفة. ففي حاجات محتاجة إن أنتوا تدوروا عليها، ويا ريت اللي يوصل لحاجة يكتبها لنا تحت الفيديو اللي موجود في اليوتيوب عشان تبقى المعلومة جاهزة على بعضيها، اللي يرجع للمحاضرة يلقى الجزء العلمي وصلك بالجزء البراكتيكال، تمام؟ طيب اول حاجه هنتكلم عن السان بروتكشن. احنا عندنا مشكله يا جماعه لسبب غير معلوم، ما احناش فاهمين السان بروتكشن، وبامانه ما احناش فاهمين السان سكرين. احنا في السان سكرين بنبقى حافظين كام اسم منتج اللي بنجيب للشركه الفلانيه او العلانيه، ومفيش مانع طالما الشركه اكتف والمنتج بتاعها كويس والثمن بتاعه كويس، مفيش اي مشكله خالص. ولكن حقيقه يعني قليل منا قوي قوي اللي بيبقى فاهم فكره السان سكرين، وان هو بيشتغل ازاي، والويف لينس ماشيه ازاي. فانا حقيقه حابه ان انتوا تفهموا فكره الصن سكرين عشان تفعلوها صح. وانا واحده من الناس كان في معلومات حقيقه اكتسبتها حديثا من خلال البيبر ديت، وهنزل لكم لينك البيبر للي حابب يزود معلوماته الجزء البراكتيكال، مش عشان تزودوا عليكم حاجه في الامتحان، لان هي البيبر ريتش شويه ودسمه، فانا جبت لكم منها الحاجات اللي هي اللي هتبقوا مطالبين بيها سواء براكتيكال او على مستوى الامتحان. واللي عايز يزود معلومات للبراكتيكال يا ريت تمني يفيدنا برضو لو وصل لاي حاجه تجاريا. تعالوا نرجع تاني للصن بروتكشن. احنا يا جماعه قلنا كذا مره سواء
في الفوتوثيرابي واحنا بنشرح الايزايمر واحنا بنشرح الميلازما، ان احنا عندنا ويف لينس كده طويل بيطلع من الشمس واللي بيوصل للارض اللي هو الالترا فايولت. الالترا فايولت عندنا يو في سي ده ما بيوصلش، يو في بي ده قصير، الويف لينس قصيره، فبالتالي بيوصل لنا 5% ده من كرم ربنا. واليو في بي ليه علاقه مش بالميلازما، ليه علاقه اكتر بالاريثيما والفوتو ايجنج. واليو في بي علاقته لما اجي اعمل بروتكشن علاقته او ايه هو المدى قوه المنتج بتاع الصن سكرين ان هو يديني بامر الله حمايه من اليو في بي هو الاس بي اف. احنا كلنا متخيلين ان الاس بي اف معناها الحمايه من اليو في بي واليو في اي والفيزبل لايت، تمام؟ ولكن على ارض الواقع الاس بي اف ده بيديني فكره عن الحمايه اجنست الاريثيما والفوتو ايجنج اللي بتطلع من اليو في بي، تمام؟ وان ان الاس بي اف ما بيدينيش فكره عن الحمايه اللي بتطلع لي من اليو في اي اللي انا هقول لكم دلوقتي هي اكتر حاجه ليها علاقه بالميلازما هي والفيزبل لايت، وخصوصا الشورت ويف من الفيزبل لايت، تمام؟ اكتر وقت بيبقى فيه مشكله عندنا في الصن اكسبوجر واللي احنا بنسميها الميلانوجينيك رينج اللي هو من الساعه 8:30 للساعه 5:30، من 8:30 صباحا ل 5:30 بعد العصر، تمام؟ وان احنا عندنا مشكله ان احنا كلنا يعني البيبر اجنبيه بتتكلم حتى عن المواطن اللي قاعد في بلاد اجنبيه ان احنا كلنا بناخد اقل من 50% من المطلوب من الصن سكرين، يعني كلنا ما بنستخدمش الصن سكرين زي ما هو مطلوب بالظبط، كلنا بناخد كده حته وبندهن وشنا كله وخلاص كده ومتخيلين ان احنا كده عملنا اللي علينا. هو المفروض ان احنا بنحط كميه كبيره اللي هي معلقتين من معالق الشوربه اللي بتبقى موجوده في شنطه المعالق اللي انتوا اتجوزتوا بيها وعمركم ما فكرتوا تستمتعوا بيها. هتلاقوا كده في معالق اسمها معالق شوربه شبه المعالق اللي بتيجي مع المضادات الحيويه، المفروض دي املاها متخيلين املاها واحط على وشي مرتين واستنى كده تلتايه ربعايه واحط مره ثانيه لكني بالظبط عامله ماسك زبادي. فحتى لو عندي الامكانيه الماديه حقيقه نوت اكسبتبل كزماتيكلي ان انا اطلع بالصن سكرين الرهيبه ديت، بس احنا حقيقه مشكلتنا بتبقى كاميرالي عشان جيب الوضع دوت قبل الصن سكرين مش هتقعد معايا حاجه، تمام؟ فهو بيتكلم على النقطه دي بيقول ان احنا كلنا لا معظمنا ما بيستخدمش 5% من المطلوب من الصن سكرين. يبقى معنى كده اليو في بي بيعمل لي ايثيما فوتو ايجنج ملهوش علاقه بالميلازما قوي. بقيس الافاكسي اوف صن سكرين ريجاردنج اليو في بي بالاس بي اف اللي بيبقى موجود على العلبه، وان 30 اس بي اف 30 كفايه قوي او ادكويت ان هو يديني حمايه من اليو في بي. امال اليو في اي والفيزبل لايت، اليو في اي والفيزبل لايت هم اللي ليهم علاقه وثيقه جدا بالبلازما ودي الويف لينس بتاعتها طويله وبالتالي بيوصل لي 95% على وجه الارض. ده كمان عايز اقول لكم ان الازاز لا يمنع البنتريشن اوف يو في اي، فبالتالي هي الاخطر لو انا قاعده في اوضه منوره بنور ربنا ودايما النواب هم قاعدين معايا البيشنت يقول لي انا ما بتعبطش ضوء الشمس، اقول له يا حبيبي وانت قاعد او يا حبيبتي وانت قاعده في الاوضه والضوء منور بنور ربنا فانت كده متعوضه ضوء الشمس، فما تقنعنيش وانت بلد ابياف والبيت مفتوح ومش متشيش ان انت مش متعوضه. طيب بقيس اليو في اي عشان احط صن سكرين يديني حمايه كويسه من اليو في اي، هل بقيسها بالاس بي اف؟ لا، بقيسها بحاجه اسمها البي بي دي، وده اختصار لكلمه بريزيستنت داركنينج فاكتور، وان المفروض ان تكون الرقم بتاعها من 20 ل 30. حقيقه ات از ذا فيرست تايم اسمع عن هذا الفاكتور لتقييم جودة الصن سكرين ريجاردنج اليو في اي اللي هي تهمني في عينين الميلازما. وعايزة منكم ان كل واحد فيكم يدور يروح كده ويدور لي ويشوف لي هل فعلا الصن سكرين اللي نازلة مكتوب فيها فاكتور يخص حاجة اسمها البي بي دي، طب ايه الصن سكرين ديت وهل فعلا من 20 ل 30، فيبت تفيدونا وتبقى شركات مش مقاطعة، تمام؟ طيب الفيزبل لايت لحد هذه اللحظه هم مش متاكدين هل الصن سكرين يقدر يعمل حمايه من الفيزبل لايت. احنا حقيقه لما بيجي لي حد العياده وخصوصا في الناس مش ملازمه حتى الناس اللي هم عندهم مشاكل فوتو ايجنج زي ديرما بيجمنتوزا والحاجات ديت بقول لهم انتوا حتى قاعدين بالليل ولازم فيه فيزبل لايت حطوا صن سكرين، تمام؟ هل صن سكرين فعلا هتجيب نتيجه؟ مش متاكدين ومش عارفين، وقالوا ان هي لو الصن سكرين هتجيب نتيجه مع الفيزبل لايت هتبقى تنتد صن سكرين، والصن سكرين اللي فيها حاجه اسمها ايرون اوكسايد سولتس، وعايزه برضو تدوروا وتبصوا لي في الصن سكرين مين الصن سكرين منتجات مش مقاطعه فيها الايرون اوكسايد سولتس عشان الناس دي بتعود الميلازما وبتعود الفوتو ايجنج. اخليهم بالليل يحطوها ومش مجرد ان هم يحطوا اي صن سكرين وخلاص، تمام؟ طيب هل الصن سكرين ليه دور في ان يمنع الريلابس بعد ما خلص كورس تريتمنت والعيان اتحسن؟ هل ليه دور؟ حقيقه قالوا فيه لاك اوف ليتشر، وان هم عملوا تو ستاديز بس وتو ستاديز فعلا حصل ان الميلازما اتحسنت يعني حتى بعد ما وقفت تريتمنت اوف ميلازما على مجرد الصن سكرين، وانا حقيقه شايفه ان اللوجيك جدا ان احنا نستمر على الصن سكرين، تمام؟ طيب ندخل بعد كده في اذر توبيكال تريتمنت اللي بعالج بيها الميلازما. اول حاجه اوفر ذا كونتور. اوفر ذا كونتور يا جماعه هم في البلاد الاجنبيه في ادويه بتتباع عادي في السوبر ماركت، فيقول لك مثلا انتي هيستامين اوفر ذا كونتور والهيدروكينون اوفر ذا كونتور، تمام؟ مش محتاج بقى بجيتا والقصص دي. التركيزات اللي هي موجوده في السوق او المسموح ليا ان انا استخدمها في حالات الميلازما من 2 ل 5%. كان في سؤال دايما بيتسال
استخدم الهيدروكين لمده قد ايه بدون مشاكل الايكونوزس، هم قالوا لمده سنه مفيش اي مشكله خالص، وان انا متوقع اشوف النتيجه بعد 8 اسابيع، فكده الاستشاره بتاعتي للعيان بجيبه بعد شهرين او شهرين ونص عشان اشوف خط العلاج ده ناجح ولا لا. تمام. بداوا يقولوا اللي احسن من الهيدروكينون ان انا استخدم كليجمان فورمولا، ان هم يحطوا على الهيدروكينون استيرويد ويحطوا تريتينوين او يتينويد، وقالوا ان انا عشان اخد نتيجه مش اقل من 6 شهور. لا الهيدروكينون ولا كليجمان فورمولا ينفع استخدمها في البريجننسي او في اللاكتيشن، ودي قصه هتجي لكم كتير، لان ده العيان اللي بيكلف، العيانه اللي بتكلف سواء اثناء الحمل او هي ولدت خلاص وبتقول لك يا دكتوره بقى انا عايزه حاجه للكلف، فبتبقي فما ينفعش تستخدمي هيدروكينون وما ينفعش توصف لها كليجمان فورمولا. بعد كده في مجموعه كده عجبتني قوي كلها تحمل كلمه انتي اوكسيدنت، وحقيقه ده يعني ممكن اجيب سؤال في الامتحان، يعني اقول لك ايه هي انتي اوكسيدنت توبيكال تريتمنت اوف ميلازما، فهنبدا نتكلم على حاجات انا هبعت لكم البيبر تطلعوها منها، ولكن انا هتكلم كده باسترسال وهتلقوا في حاجات كتيره جدا منها انتي اوكسيدنت، وهنبدا باول حاجه من المجموعات الثانيه غير الهيدروكينون وكليجمان. اول حاجه الازاليك اسيد، ميزته صح الايفاكسي بتاعته مش عاليه زي الهيدروكينون، ولكن هو خفافي وهادي وممكن استخدمه مع اذر لاين عشان اجمنت الافكت بتاعه، وممكن استخدمه في البريجننسي والبريست فيدنج. تاني حاجه النياسيناميد، هو الاكتف فورم من النياسين وليه انتي اوكسيدنت افكت، بنستخدمه في تركيز من 4-5% مرتين يوميا، وممكن استخدمه في البريجننسي والبريست فيدنج. في حاجه اسمها سيستاماين، والسيستاماين ده لو انتوا فاكرين كان عملوا كده لما انا كنت بشرح في التمان اكزامك، قلت لهم ان هم قلت لكم ان هم جابوا السيستاماين وخلطوها بقى كده بنسب، والنسب دي موجوده عندكم في محاضره التمان اكزامك مع اذر دي بيجمنتنج ايجنت، وكانت النتائج بتاعتها كويسه، وهم استخدموا السيستاماين لوحده كانوا بيحطوه لمده 6 ساعات ويشطفوه بتركيز 5% لمده 16 اسبوع، وكانت النتيجه مقربه من الهيدروكينون. في حاجه اسمها سايامدول، السايامدول ده الوحيد اللي لقيته تركيزه 2/10%، لقيته ان هو نتائج كانت احسن من الهيدروكينون. طبعا في حاجات من اللي انا عماله اقولها انا مش عارفه وجودها على ارض الواقع في السوق ولا هي يعني اتحضرت، يعني دكاتره الصيدله حضروها زي ما احنا كده بنعمل استاديز في الاسم وبنطلب من الدكاتره معانا المشرفين من كليه صيدله ان هم يحضروها، دي حاجه برضو انتوا اللي يوصل لحاجه يا بيت يكتبها لنا. كان تركيز 2/10% استخدموها مرتين يوميا لمده 16 اسبوع، وكانت النتيجه بتاعتها احسن من الهيدروكينون. اتكلم عن الاسكوربيك، واتكلم عن الكوجيك، واتكلم على الاربيوتان، واتكلم عن الجلايكول، وحي دي الحاجات ديت انتوا عارفينها خلاص، فمش هنتكلم فيها كتير علما بان كل المجموعه ديت اقل من الهيدروكينون في النتيجه بتاعتها. ولكن انا عشان مثلا فور اكزامبل هيدروكينون استخدمته سنه وخايفه خلاص ان انا استخدمه بعد سنه، فانا ممكن اعمل حاجه اسمها سيكوينشال ثيرابي، ان انا مثلا هيدروكين 6 شهور بعد كده انقل على حاجه اسكوربيك سواء لوحديها او معاها حاجه ثانيه، وبعدين ارجع مره ثانيه، فطول الوقت مش مخلصه الكاميولاتيف دوز بتاعتي، وفي نفس الوقت واخده الايفاكسي ومستفيده من السيكوينشال ثيرابي. الجلايكول سواء كان متحضر كده لوحده او سواء ان هم كانوا بيستخدموه في بيلينج بيستخدموه بتركيزات اب تو 70%، وكانت الفكره بتاعته ان هو بيمنع الكوهيشن بين الكيراتينوسايد وبينظم عمليه الميلانيزيشن. كولبيتازول، ودي كانت برضو من المعلومات سمعتها زمان بس كان اول مره اقراها كده، قالوا ان الكولبيتازول لوحده، كولبيتازول اللي هو التوبيكال ستيرويد البوتنت دوت لوحده بيعالج بامر الله الميلازما، وان هم استخدموه لمده 8 اسابيع عمل بليشنج والامور كانت تمام جدا من غير ما تتسجل سايد افكت. وعايزه اقول لكم ان انا مش راضيه عن هذه الجمله، 8 اسابيع على الوش من غير سايد افكت ما عجبتنيش، وسبحان الله في نفس الوقت لقيتهم منزلين استاديز هتلقوها في نفس البيبر، قالوا ان هم استخدموا لمده 4 اسابيع مرتين يوميا، ثم 4 اسابيع تانية مره واحده يوميا، 3 عيانين من المجموعه اللي دخلت الاستادي والعددهم مع يعني الاستادي نفسها سامبل سايت ما كانتش كبير، فالثلاث عيانين دول كانوا تقريبا بيمثلوا 30% حصل لهم سايد افكت زي اتوفي وتلانجكتيزيا، وده حقيقه لوجيك جدا، وحقيقه بنشوف مع البوتنت والسوبر بوتنت ستيرويد سايد افكت سريعه جدا 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 يا جماعه. عشان كده اول ما اسمعكم انتوا بتقولوا حالات الالوبيشيا رياده احط توبيكال سوبر بوتنت ستيرويد او توبي اندر اكلوجن بترعب، لان انا بعيني عشان بتابع حالات الالوبيشيا بالدرماسكوبي بشوف التلانجكتيزيا سريعا جدا من التوبيكال ستيرويد العادي، مش كمان الحاجات القويه اللي انتوا بتستخدموها، وبيبقى العلاج ساعتها صعب، بتعالجي الالوبيشيا وبتعالجي كمان الاتروفي اللي حصل اللي ممكن يكون مؤثر على الفوليكل. فحقيقه لو انا عندي اختيار كولبيتازول، وهذا رايي المحتمل للغلط، ان انا وات اباوت ان انا ادخل الكولبيتازول في الكليجمان فورمولا بدل البيتاميسازون او الدكساميسازون اللي هم كانوا بيحطوه، وبالتالي كده اضرب عصفورين بحجر، ولكن على ارض الواقع بقى ما استخدموش فترات طويله، يعني برضه هستخدمه فتره قصيره، او العيانه
الكلب تازون ما استخدموش او ما كتبوش الا العيانه فاهمه وواعيه عشان هي هتفرح جدا بالنتيجه، وبعد كده تبقى الماساه كبيره، واستخدمه لمده مثلا فور اكزامبل شهر بس، وبعد كده اكمل بحاجه تانية والعيانه تبقى فاهمه الدنيا وفاهمه ان ده مشكله وما ينفعش ان احنا نستخدمه اكتر من كده وهكذا. تمام. عايز اقول لكم ان الناس اللي بيستخدموا اللي هو الكليجمان فورم اللي هو نازل دلوقتي توي ملازمه والميلانو فيه، او احنا زمان كنا نحط انبوبه بيتن، كانت حاجه نازله زمان اسمها بيتن ايه وعليها انبوبه ستيرويد او انبوبتين تقريبا وكولد كريم وكانت الحاجه الثالثه الهايدروكينو، وكانت النتائج جميله وكل حاجه. كان العيانين من كتر ما هم فرحانين بالنتيجه كانوا مع نفسهم بيستخدموها. حرفيا حرفيا جات لي حاله، الحاله ديت انا تخيلت ان هي سيستميك سكلوز، او والله العظيم يعني لولاش ان هي ما عندهاش السيستميك سكلوت سوري السكلوتيك تشينجز اللي هي واخده الفينجرز لحد البروكسيمال للميتاكاربو فرينجيال، كنت تخيلت ان العيانه سيستميك سكلوزس فارو فيش لايك ماوث، ما بتعرفش تضحك. انا وانا بكلم العيانه انا مستغربه من شكلها، وبعد كده بقول لها هو انت عندك صعوبه في البلع؟ انا خلاص دماغي رايحه ناحيه السيستميك سكلوزس. فبتقول لي لا يا دكتوره، انا قلت لها شكل بقك طول عمره كده؟ قالت لي لا انا شكل بقي ما كانش كده، انا يا دكتور بقيت اعرف اضحك، انا بقيت اعرف اتكلم. ولما خدت هيستوري العيانه بقى لها سنتين على الكليجمان فورمولا لدرجه حرفيا وشها بقت شبه السكلوتيك فيس، واشتغلت مع العيانه دي فراكشن سي او 2 ودورما رولر، وبفضل الله اتحسنت. طبعا مش تلانجكتيزيا بس اتحسنت، حصل كولاجين اتحسن وكانت الامور تمام. بعد كده في التبانكزاميك اسيد، بعد كده في التبانكزاميك اسيد مش هدخل فيه لان كان في محاضره كامله عن التبانكزاميك اسيد، سواء الميكانيزم اوف اكشن سواء التوبيكال او انتريجنال او سيستميك تريتمنت، اداؤه بالنسبه له انا راضي عنه جدا ما لم تكن الحاله يعني معقده ودرمال، بس هو نتائجه كويسه. واتفقنا مع بعض ان سايد افكت بتاعته الاي سايد افكت اتسجلت حتى مع الدوزز اللي قريبه من الدوزز بتاعتنا، وان انا افضل جدا ان انا استخدم 125 ملي جرام مرتين يوميا، يبقى معنى كده الاوبس اللي هو 250 كمان انا هقسمه، وان انا هعوض فرق يعني النتيجه التمانيك زامت علاقتها بالافاكسي كانت ممكن اعوض الدوز القليله ان انا بديها ان انا اطول المسافه شويه في سبيل ان انا ابعد عن المشاكل اللي بتحصل في العين زي الكالر زي كالر تشينجز وزي تاثيرها على الريتينال فاسكليتشر بتاعه العين. استخدموا ميتفورمين تركيز 30% توايس مرتين يوميا، وكل معظم الناس اللي استخدموا الحالات دي كانت لمده 16 اسبوع. لقيت حاجه اسمها ميسا مازول، وده كانوا بيستخدموا مره واحده يوميا، وده اعتقد كان ليه علاقه بالثايرويد هرمون. في الميلاتونين ودي ليه انتي اوكسيدنت افكت، وقلت لكم ان في حاجات كتير من اللي انا قلتها اللي فاتت ديت ليها انتي اوكسيدنت افكت. بداوا يفكروا الاسر يفكروا وات اباوت، بما ان الميلازما فيها فاسكولار اليمنت وفيها علاقه بالهرمونز، ان انا استخدم حاجه ليها انتي استروجينيك افكت زي التاماكسفان، وحاجه ليها اندوثيليال جروث فاكتور انهبيتور افكت زي البيفا سي زوماب. تمام. طبعا الكلام لسه في مهده ريجاردنج سايد افكت والتكلفه لسه مش معروفه. نتكلم عن السيستميك تريتمنت تبانكزامك مره ثانيه، وخلاص احنا قطناه بحثا في محاضره تبانكزامك. حاجه اسمها البايسوجينول، والبايسوجينول دوت بيستخدمه 50 ملي جرام توايس ديلي لمده 90 يوم، وشكروا في النتائج بتاعته. وبرضو انا يعني الستاديز تقريبا يا هنود يا صينيين اللي استخدموه، فانا ما اعرفش هو متواجد في مصر ولا لا. اتكلم على الجلوتاثيون، وهو بيتكلم على الجلوتاثيون قال ان هو بيزود ان استايسيستين، وحقيقه الجلوتاثيون من لكل اللي استخدموا قال التاثير بتاعه فاكس حقيقه، واضافه ان هو ليه هبات التوكسيك افكت، وان اقصى حاجه ان انتوا لما يكون في الكومبوننت بتاع الميزوثيرابي بتحقنوه او توبيكال تريتمنت. ولكن انا لقيت ان هو ليه علاقه بالان استايسيستين، والان استايسيستين انا استخدمته فعلا في حالات الهايبر بيجمنتيشن، والنتائج بتاعته مرضيه، سيفتي بروفايل بتاعته حلوه جدا، رخيص متوافر زي الفل، وانتوا عارفين ان في ادويه كده انا راضي عنها، ان استايسيستين هو واحد منهم. بتناوك بيتنوك نازل في تركيز 1 و3 و5، وفي معلومة أنا حقيقة كنت أول مرة أعرفها، في ناس متخيلة إن تركيز 5 أحسن من 3 و3 أكثر من 1، لا، لقوا إن كل ما تركيز بيتنوك أسيد توبيكال كل ما كان زيادة كل ما كان بيكلكعلي في الطبقات العالية من الجلد، ونسبة إن يحصل كريستاليزيشن بتبقى عالية، وإنه يفضل التركيزات القليلة اللي هو 1% مش 3 ومش 5%. بعد كده بدأ يتكلم عن المايكرو نيدلينج، وقالوا إن المايكرو نيدلينج فكرته إيه، طبعًا هينظم لي الكولاجين فهيخلي
هيهبي لي الدنيا شويه، هيحسن لي الفاسكليتشر، هينظم لي عمليه الميلانين ترانس اليمينيشن. وبدا ناس يتكلموا طبعا ان انا اعمل مايكرو نيدلينج واحط معاه يعني بعديها حاجه مثلا زي الكليجمان فورمولا. بدا يقولوا طب هو انت اصلا هل التارجت بتاعك ان انت توصل الكليجمان فورمولا للدرمس؟ انت اصلا مش التارجت بتاعك كده. ففكره ان انت مايكرو نيدلينج عشان تعمله دراج ثيرابي في الملازمه هي فكره حقيقه ما كانتش صعيبه جدا. اتكلموا عن الار اف مايكرو نيدلينج وقالوا ان النتائج بتاعته كانت كويسه، ما عنديش الجهاز ومش عارفه يعني ما استخدمتوش. وبعد كده اتكلم عن حاجه اسمها انتر ديرما ثيرابي اللي هو الانتر ليجنال. اتكلم عن التوانيك زامك واحنا كنا اتكلمنا عنه وقلنا التركيزات بتاعته في المحاضره. اتكلم عن البي ار بي. حقيقه اللي هو كلامهم عن البي ار بي يعني انا هقول ما يخلص ذمتي ريجاردنج البي ار بي. البي ار بي يا جماعه هو اختراع يميل للفشل تمام، وان هي استخدامه مثلا في حاجه زي الاندوجينيتك الوشيا ضرب من النصب. رغم ان الكلام اللي اتقال ان هو ممكن يكون ليه تاثير انتي اندوجينيتك افكت حقيقه ما بيجيبش نتائج خالص. ده اذا كان يعني لسه العينه فيها بليتلت وفيها جروس فاكتور حقيقه النتائج بتاعته مش حلوه. يمكن الحاجه الوحيده اللي لقيت فيها البي ار بي ممكن نتائجه معقوله في حالات الـ يعني الريسيرفيسنج مش ريسيرفيسنج سوري اللي هو الـ يعني بعمل ريجوفينيشن كده للوش. ويمكن يكون النتيجه مش عشان البلازما، يمكن يكون النتيجه عشان انا بشتغل معاه مثلا بالمايكرو نيدنج اللي هو الديرما رولر او الديرما بين فجابت نتيجه معاه. بيتكلم عن البي ار بي في الملازمة يعني حسيت انه كلامه على الحياد. ده رايي حقيقه، مش حاسه ان هو لاين اوف تريتمنت. بالعكس انا بحس ان اي تدخل كده وحقن في عينين ملازمة وهم عندهم لايبيلتي للتصبغ الام ما بتبقاش احسن حاجه. اتكلموا عن الليزر. اول حاجه الليزر بيتكلموا عن الابليتيف ليزر زي سي او 2 والاربيوم ياج، وقالوا ان الفكره بتاعته ان انا اعمل كده بورس او تشانل ويطلع منها الميلانين. لكن مشكله الابليجن ان هو هو نفسه ممكن يعمل استيميليت الهايبر بيجمنتيشن، ممكن في الاماكن اللي عمل فيها افكت يعمل لي هايبر بيجمنتيشن والحته اللي جنبيها تبقى هايبر بيجمنتد فيعمل لي ديسكروميا فالمنظر يبقى سيء جدا جدا جدا. بداوا يتكلموا على البلس داي ليزر، بس البلس داي ليزر يا جماعه ما ينفعش استخدمه لحد السكين فينو تايب بتاعته 4 فطالع. دول اكتر ناس اللي هم ممكن يحصل لهم الايه الملازمة. كيو سويتشد اندياج ده كان اخر حاجه وكنا اتكلمنا عليه قبل كده، وقلنا ان كيو سويتشد اندياج عشان استخدمه في حالات الملازمة بستخدمه ببرامتر اسمها الليزر تونينج، يعني ما بستخدموش بباور عاليه. الليزر تونينج ايه فكرته بالظبط؟ ان هم لقوا ان هم لما بيستخدموا باور قليله من كيو سويتشد اندياج بتعمل نوع من الريموديلنج والكولاجين سينثيسيس، فكانت بتعمل تونينج بتشد الوش. لقوا ان هو برضه ليها تاثير كويس على الميلانوسايت، وان هي لما بتدخل البابر القليله ده طبعا انا بستخدم 1064 لان بيبقى البيجمنت ديب شويه، بتعمل تارجت للميلانوسايت. مش الميلانوسايت ما بتقتلش، ما بتعملش كيلنج افكت للميلانوسايت نفسها، لا ده هي بتدخل على الميلانوزوم اللي جوه الميلانوسايت. فشيء طبيعي انا عشان اتارجت حاجه جوه خلق سل يبقى معنى كده ان انا بقلل البابر شويه. وكنا استفدنا في هذه النقطه وقلنا ان الليزر تونينج ممكن نستخدمه في الميلازما واللايكن بيجمنتوزيس والاشيداماتوزيس مش فاكره كان حاجه تانية في مش فاكره حاجه ليها علاقه باللايك، مش فاكره قوي يعني اللي هيرجع للمحاضره. ريل ميلانوزيس كده يعني انا تقريبا وصلت لاخر محاضره الميلازما. الميلازما يا جماعه طبعا انا كده ما جبتش سيبه البيلينج. البيلينج كان ليه محاضره لوحده، الجلايكو سواء كان جلايكول او سواء تي سي اي او سواء السلسلك عشان نعرف بس الفكره في ايه في الميلازما. الميلازما يا دوبك هتشيلي الطبقات اللي فوق وتعمل شويه ريموديلنج وتنبه الكولاجين، ما بتشتغلش على البيجمنت الا لو انتوا هتدخلوا تعملوا ديرما بيجن تمام. فانتوا حقيقه ما تقفروش الدنيا، ما تبقوش عيانه عندها دي ملازمه وتعملوا لها بقى بيلينج كيميكال بيلينج عادي، هيبقى كده بنهزر حرام يعني. بالعكس ده هو ممكن يسوق النتيجه لانه بيشيل الطبقات الخارجيه كده واللون الغامق البلوتش بيظهر اكتر. استخدموا ديرما بيجن ان هم يشيلوا الطبقات خالص، بس ده طبعا حقيقه في شخص اسمر لان عاده الملازمه بتيجي من ناس سمر اللي عندهم لايبيت السكارنج عاليه حقيقه يعني ممكن تعمل لكوديرما. استخدموها وقالوا الناس دي قعدت مستريحه وحلوه، يا صابت يا خابت، يا خابت قوي يا صابت قوي. انا واحده من الناس لا انصح بيها حقيقه يعني. اقصى حاجه عندي في ديرما بيجن لما بيكون العيانين بالباور العاليه بتاعت البيلينج الناس اللي عندها حاجه لوكالايز واجرب على حته صغيره وكده. لكن عمري ما استخدمت ديرما بيجن على الوش كله، محتاجه كده حد قلبه جامد والعيان يبقى فاهم الدنيا وماضي كونسنت ويكون بقى خلاص هو وصل يأس من كل حاجه ونفسه يخلص من الملازمه ديت فيبقى فاهم الدنيا.
الدنيا كلها. كولد بيلينج، كولد بيلينج هو فكرته، هو فكره الكيميكال بيلينج بسايد افكت اقل، برضه نفس النظام. لو فكرت في الكولد بيلينج في حقيقه ايبيدرمال ميلازما، لكن ديرمال ميلازما حقيقه برضه اكون يعني ايه، مش النتيجه احسن حاجه. عيان الميلازما زي ما قلنا في مؤتمر الفيوم كان في محاضره عن الكولد بيلينج بال مع الميلازما، وكان الدكتوره نسين قالت جمله حلوه قوي، ما تتسبش وما يعني العيان ما نسيبوش، وفي نفس الوقت ما نوقفش معاه يعني من ده على ده وسيكوينشال سيربي. فانا لو هستخدم مثلا مانوفر زي كولد بيننج يبقى لازم يكون معاه حاجه كده في وسط بين الجلسات. ممكن ادي معاه سيستميك ترانك زامج بالدوز اللي هي القليله وفترات طويله. العيان لازم يبقى عنده يعني يبقى عنده خطه كده ثابته وشويه اديوكيشن ثابته regarding some protection regarding طبيعتها regarding الاكسبكتيشن هوصل لنتيجه قد ايه. العيان يا جماعه، عيان الميلازما او اي عيان في الدنيا يتظبط حسب حالته مش حسب ايه اللي متاح ليا في العياده. بليز يعني احنا انتوا كلكم لما بتيجي تبداوا الشغل بتاعكم شيء طبيعي بتبداوا بالحاجات اللي هي رخيصه شويه، وده شيء طبيعي، ده ربنا يعني يعين الكل، لكن ده مش مبرر ان انا كل حاله كل حاجه اشتغلها بدون ما بين. لا يعني الموضوع بقى ايه بصراحه، خد يقول لي يا جماعه انا فاتحه عياده وجبت دايما بن وعايزه افعله في الحاله الفلانيه والحاله العلانيه. لا، هو العيان يتظبط حسب هو محتاج ايه، والحاجه اللي مش متاحه عندك في العياده حوله بليز، يعني حوله. ده على فكره ما يقلقش خالص، انا بيجي لي عينين برايفت بحب اوديهم برجعهم الجامعه عشان مثلا ابص عليهم بالوتس، بحولهم الجامعه لو انا الهود اللي معايا مش حلو قوي وعايزه ابص عليه بدايما لايت فور، فابعته لحد من زمايلي من اللي عنده ديرمسكوب محترم. وعلى فكره ده مش هيضيع منك العيان والله ابدا، لن تموت نفسا حتى تستكمل اجلها ورزقها. مفيش عيان رجعته الجامعه الا ورجع لي وقال لي لا انا عايزه اكمل معاكي في البرايفت، والله اللي ليكي فلوس في حاجه هتاخديها، ما تخافيش من فوات الرزق، لا تخاف ليكي رزق ثابت. وكل اللي انا بقوله دلوقتي مش عشان تكسبوا اكتر، هي الكسب اكتر ملهوش علاقه باي حاجه، هو جاي من السماء. في ناس ابتلاها في نقصان الرزق، وفي ناس ابتلاها في زياده الرزق، في شخص يفسده الغنى وفي شخص يفسده الفقر، فربنا سبحانه وتعالى بيدي لكل واحد اللي مطلوب منه. انا كل اللي انا بقوله لكم دوت عشان تشتغلوا صح ويعني ونمشي صح وما يبقاش بنعمل حاجه حرام. جاب فلوس او ما جابش فلوس دي حاجه على جنب ملهاش علاقه، تمام؟ بس اهم حاجه عشان تكون بتشتغل صح وماشي صح، ولان هي يعني هي 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 دنيا قصيره قوي، فمش مستاهله حقيقه ان احنا نكسب فيها فلوس حرام ونبتز العيان عاطفيا. اللهم انك عفو عظيم حليم تحب العفو، عفو عني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.